عدا البيت، يعني بيتنا عندنا هاي الأشياء، ما نقول بالبيت لا تفكر بي، عدا البيت اذكر مكان فيه شاشة عرض. سهل، شاشات العرض وين نلقاها غير البيت؟ المقهى. المقهى ما اجى بالاحتمال، لانه شاشة العرض لربما تكون باماكن اخرى، يعني المقهى اللي اقصد شاشة التلفزيون، بس انا اقصد شاشة العرض لربما البلازما الكبيرة المعينة. ونشوف استاذ احمد في الملعب. في الملعب. في الملعب صح، هذا اللي نقول عليه. اذا استاذ احمد انت تقدر تقرر بما انه انت كبست واخذت الاعلى احتمال. نروح وياكم نسالكم، لو تحول سؤالك الى العداي. احول السؤال. تحوله؟ تفضل. اذا استاذ احمد والله تفضل. تفضل 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 تفضل. حلو 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 وطيبه. اذكري لي مكان فيه شاشه عرض. الأماكن العامة غير البيت. ها؟ الأماكن العامة. الشارع. الأماكن العامة.